احذروا المصاصات، المصاصات فيها سم قاتل. اياك ثم اياك ثم اياك تعود الاطفال على المصاصات وتديها لهم بكثافه. تعال اقول لك اضرار المصاصات ايه، وايه قصه الحمله اللي عملتها وزاره التموين ضد المصاصات. يلا بينا. من شهر 7 اللي فات وزاره التموين عملت حملات على السوبر ماركتات وخاصه اللي في القرى والنجوع البسيطه اللي بيبيعوا المصاصه بجنيه، لان المصاصات دي مصاصات مجهوله المصدر، الالوان اللي فيها الوان غير طبيعيه، وكل منتجاتها غير صحيه بالمره، بتسبب امراض خطيره للاطفال قد تؤدي للوفاه. وحتى لو المصاصات معموله بلون طبيعي كويس برضو مش مبرر انك تديها للاطفال، لان برضو فيها سم قاتل. الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية حذر من المصاصات وقال عليها كلام خطير جدا. اولا بتسبب فرط الحركة، كمان من المسببات الرئيسية للسرطان، كمان بترفع نسبة السكر في الدم وبالتالي هي من مسببات مرض السكر، وكمان من مسببات مرض الفشل الكلوي. والدكتور اكد ان ما ينفعش نخلي الاطفال مكافئتهم هي المصاصة، لان المصاصة قطعة سم بنديها للطفل. وكذلك العصائر المعلبة خطيرة جدا جدا جدا، وخاصة المصنوعة تحت بير السلم، لان فيها الوان غير طبيعية ومنتجات غير طبيعية. وطبعا عملت فيديو كارثة في احد مصانع بير السلم اللي بتصنع العصائر واللي بتدمر صحة ولادنا، واللي كانت سبب في وجود مستشفى 57-357 لسرطانات الاطفال، هي المنتجات المعمولة تحت بير السلم. ربنا يحفظنا يا رب، ربنا يحفظ اولادنا يا رب. اللهم اكتب الشفاء لكل اطفال مستشفى 57-357 ويبقوا زي الفل باذن الله. خافوا على صحتكم وعلى صحة ولادكم.